شفنا توجيهات سيادة الرئيس الكام يوم اللي فاتوا بتقليل الأعداد في المصالح الحكومية والمدارس، ده هيتنفذ إزاي؟ يعني هو مما لا شك فيه أن العالم متفق على أن تقليل التزاحم والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات هي من الوسائل الفعالة جدا في تقليل الانتشار. فإحنا النهاردة في الجامعات على سبيل المثال، إحنا تقريبا الجامعات أوشكت على الانتهاء من الامتحانات، في جامعات خلصت امتحانات، في جامعات تانية خلاص في الأيام الأخيرة، سواء المدارس أو المصالح الحكومية نحن نتكلم عن التناوب في الحضور، على تقسيم الجداول، على تقليل أعداد الحاضرين، وفي نفس الوقت أنه تطويل الأيام الدراسية بالنسبة للجامعات عشان يبقى فيه أقل عدد، بما يضمن وجود مسافة لا تقل عن متر ما بين الموجودين في المكان الواحد. فيعني هيتم التقليل في الفترة اللي جاية؟ بيتم التقليل فعليا منذ أن أصدر السيد الرئيس توجيهات، وإحنا بنتكلم النهاردة على تنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس التي تضمن وجود مسافة لا تقل عن متر، ده حسب اشتراطات منظمة الصحة العالمية، ما بين المتواجدين في الأماكن المغلقة، سواء كانت الأماكن المغلقة دي جامعات، مدارس، مصالح حكومية، فتتخذ الإجراءات اللي بتحقق ده، تباعد لا يقل عن متر، استخدام الكمامات، عدم تزاحم، التطهير المستمر سواء للأماكن أو للأيدي وغسيل الأيدي واستخدام المطهرات والمعقمات.